قبل أن أذهب للتقرير الأول الخاص بدوري أبطال إفريقيا باعتبار معنا الأستاذ محمد المغودي، سأستغل الفرصة للحديث مع الأستاذ محمد المغودي ولو بسرعة. أستاذ محمد المغودي ممكن في كل فترة عنده إشكالية مع معسكر من المعسكرات، هذه المرة له إشكالية مع فريق الرجاء المغربي. نرجع للحكاية، نرجع لأصل الحكاية بسرعة كبيرة جدا. في لاعب في أولمبيك أسفي، لاعب لمراني تقدم الرجاء باحتجاج أو بتظلم على أساس أنه هذا اللاعب نال 4 أوراق صفراء أمام الأولمبيك أسفي. هذا الاحتجاج قوبل بصفة مبدئية بالرفض. الأستاذ محمد المغودي اتخذ موقفا معينا، سأرجع لهذا الموقف. أستاذ محمد المغودي بصفة واضحة بصفة مباشرة، جماهير الرجاء المغربي تتهمك الاتهام الأول أنك أخذت موقفا واضحا ضد الرجاء، ثم اتهام ثاني باعتبارك اتهمت جماهير الرجاء المغربي أنها فيها نوع من الفساد الأخلاقي والتربوي، وهذا ذكرته في على صفحات التواصل الاجتماعي. والله عزيزي هيكل، أولا في البداية دعني ونحن نتحدث عن الرجاء وعن جماهير الرجاء أقدم تعازي الحارة لجماهير الرجاء الرياضي في وفاة أحد أفرادهم، وأقول لهم الله يصبركم والله يرحم الراحل أيضا. أولا ثانيا أنا لا مشكلة لي مع الرجاء، الرجاء كل الافتخار، الرجاء كل التقدير. مشكلتي دائما تكون مع التسيير أو في بعض الانزلاقات التسييرية فقط. دونك لا مشكلة لي مع الرجاء ولا مشكلة لي مع جماهير الرجاء، أفتخر وأقدر الرجاء وأفتخر وأقدر جماهير الرجاء. في موضوع الاعتراض على لاعب فريق أولمبيك أسفي، أنا أعتقد أن أي صحفي محترم يجب أن يكون له موقفا واضحا بناء على المعطيات وبناء على الأدلة. تقرير الحكم اليدوي كان بخط اليد، كان بأن اللاعب ليس له إنذار، وبالتالي أنا اعتبرت ذلك مجرد عملية لتمويه الرأي الرجاوي عن حقيقة الرجاء داخل البطولة الوطنية. ثانيا أنا لست من الذين يقبلون بالخيانة خيانة الأمانة. أنا أعتقد أن الذي سرب هذا الخبر من داخل العصبة الاحترافية يجب أن يعاقب، فإما أن يكون مسؤولا أمينا وإما أن يكون خائنا، وبالتالي أن يجب أن يطرد. شخصيا عندي موقف ثابت من هذه القضية، وبالتالي أن هذه محاولة، أعتقد أن محاولة الغضب الجماهيري الرجاوي الاحتجاج بهذه الطريقة على موضوع تافه وتافه جدا، أنا اعتبرته محاولة للابتزاز وليس للنضال. كل القضايا النضالية أنا معها، ولكن مع الابتزاز أنا ضد الابتزاز. وهذا البرنامج يشهد على الكثير من الأحداث والكثير من القضايا التي كنت فيها إلى جانب الرجاء وضد بركان وضد أيضا رئيس الجامعة الذي هو كان أيضا رئيسا لنهضة بركان. التاريخ يشهد وكل شيء موثق. حينما نناضل عزيزي هيكل، حينما نحتج يجب أن نحتج بأسلوب محترم، يجب أن نغضب وأن نغضب بأسلوب محترم. ما دخل الأمهات، ما دخل الآباء، ما دخل الأبناء في قضية التي تهم التسيير؟ أن نناضل نعم، ولكن أن نبتز وبأسلوب غير مقبول فأنا ضده ولن أقبل به مهما كان الغضب. الغضب الوحيد الذي أخاف منه هو غضب الله سبحانه وتعالى، وبعده غضب أمي. واضح، سأعود لهذا الموضوع إن شاء الله في قادم المواعيد أستاذ محمد المغودي، لأنه في اتهامات متبادلة الحقيقة. ممكن جماهير الرجاء تريدنا في هذا البرنامج أن نأخذ أكثر حيز زمني للحديث عن هذا الموضوع. ممكن أستاذ محمد المغودي يعرف أنه بالنسبة صحيح هي النضالات تكون من أجل قضايا أكبر، ولكن بالنسبة لجماهير الرجاء 3 نقاط هي أيضا مهمة الحقيقة، ولكن ليس بهذه الكيفية. نحن متفقين جميعا أنه ليس بهذه الكيفية يكون الاحتجاج، ولكن يجب أن نعود لهذا الموضوع إن شاء الله في حلقات قادمة مع الأستاذ محمد المغودي.